بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين النهايات والاستمرارية في هذا الفيديو الثامن. لدينا نص التمرين يقول لك احسب النهايات التالية. عندنا أربع نهايات، نبدأ بالوحدة. نبدأ بالأولى، ليميت كوسينوس إكس على زائد 4 على إكس مربع ناقص 3 لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. انتبه، هنا كوسينوس، هنا عندنا دالة مركبة، مركبة من يعني دالة اللي هي كوسينوس إكس ودالة إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3. نبدأ نحكم هذه اللي بين قوسين، ندلها الليميت تاعها وحدها ومن بعد نضيفها لهذه ونحسب. انتبه شو الطريقة المعمول بها. نحكم هذيك اللي بين قوسين، ها هي، أي ليميت إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3. انتبه، سمعنا راني أمام ليميت دالة ناطقة، صح، لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. نحكم الحد اللي في البسط ذو أكبر أس على الحد ذو أكبر أس في المقام، صح. إذا تساوي ليميت إكس على إكس مربع لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. نقوم بعملية الاختزال، تولي تساوي ليميت واحد على إكس لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. هنا أجد نصيب روحي أمام، يعني هكذا نصيب روحي أمام واحد، لاحظ واحد على زائد لا نهاية، واحد على زائد لا نهاية. وكنا نقولوا، قلنا من قبل أنه كي نصيبوا عدد على لا نهاية يعطينا ماذا؟ يعطينا الصفر، يعطينا الصفر. وكي نصيبوا عدد على الصفر سواء كان زائد أو ناقص يعطينا لا نهاية. كنا قلنا هذا من قبل، صح. إذا نعود نرجع لنا، إذا واحد على هذه زائد لا نهاية تعطينا ماذا؟ تعطينا الصفر، صفر، صح. ومنه نعود إلى ليميت تاعنا، أي ليميت كوسينوس إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3. لاحظ أنها طريقة سهلة جدا جدا. لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية تعطينا ماذا؟ يعني تولينا كوسينوس الصفر، لأن هذه، لأن جينا درنا الليميت تاع هذا كامل صبناه يساوي الصفر. إذن نصبح أمام عدد، صبحوا أمام عدد وهو كوسينوس الصفر، وكامل نعرفه بلي كوسينوس الصفر يساوي ماذا؟ يساوي الواحد. يعني ليميت هذه يساوي ماذا؟ يساوي الواحد. هكذا نأتي إلى الثانية، هذه كيف نفس الطريقة نحكم هذا اللي بين القوسين. لاحظ مركبة من دالتين، مركبة من دالتين. إذن نبدأ ليميت ما بداخل القوس بي إكس ناقص واحد على اثنان إكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية. هنا عندي هنا نحكم الأس أو الحد ذو أكبر أس في البسط اللي هو بي إكس على الحد ذو أكبر أس في المقام، هكذا، أي تساوي ليميت بي إكس على بي ما هو إلا عدد 3.14، بي عدد على 2 إكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية. الإكس تروح مع الإكس، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي بي على 2. احذر كاين اللي يديروا ليميت بي على 2، لا،
نديرو ليميت كيكون عندك المتغير فقط، يعني هذه ما ديرش ليميت تساوي ليميت بي على اثنان ابدا. ومنه ليميت كوسينوس، نرجع الى الدالة الاولى، كوسينوس بي اكس ناقص واحد على اثنان اكس لما اكس يؤول الى زائد لا نهاية يساوي ماذا؟ يساوي كوسينوس، لان هذه احسبناها وصبناها بي على اثنان ليميت تاعها هذه، صح؟ اذا تساوي كوسينوس بي على اثنان، يعني كوسينوس 90 درجة تساوي الصفر، تساوي الصفر. ناتي الى الثالثة، لاحظ انهم اعزائي الطلبة سهلين جدا جدا، برك تبع الطريقة، برك تكون عندك شوية وتكون تتوله شوية خلاص عادي، يعني تبدأ التمارين أو المسائل من القدام كي نبدأ نحلو فيهم يجوك سهلين. لاحظ ليميت سينوس ناقص بي على اثنان إكس زائد واحد على إكس زائد واحد مربع لما إكس تؤول إلى ناقص واحد، هنا كيكون لاحظ الزوج الولاء إلى لا نهاية، هنا إلى عدد، إلى عدد تعوض فقط، سهلة جدا جدا، تعوض فقط. هيا ليميت سينوس بي على ناقص بي على اثنان اكس زائد واحد على اكس زائد الواحد مربع، زائد الواحد مربع لما اكس تؤول الى ناقص واحد. انتبه له، هنا ما علينا الا نعوضه، وين كاين الاكس نديرو ناقص الواحد، ها هو ناقص واحد في مكان اكس، وهنا ناقص الواحد. لاحظ ناقص بي على اثنان في ناقص واحد تولينا بي على اثنان، تولينا بي على اثنان، وهنا ناقص واحد زائد واحد يولينا صفر، صفر، لكن صفر ما دام راه مربع اذا موجب، اذا صفر بلوس. شفتوا كيف الخدمة؟ هاي في خلال ثانية نهندسها في المسودة سيبو. هاي انتبه، اذا تساوي ماذا؟ تساوي سينوس، ما نديروش ليميت لان راح نحط اعداد فقط، ما كاش عندي، راح نحط اعداد سينوس، ما ديرش ليميت سينوس بي على اثنان، سينوس بي على اثنان زائد واحد على صفر زائد، صفر زائد سينوس بي على اثنان. وشن هي؟ سينوس 90 درجة هي واحد، واحد على صفر زائد هي لا نهاية، زائد لا نهاية، زائد لا نهاية، إذن تساوي زائد لا نهاية. هاي نتيجة سهلة جدا جدا، يعني كي طيح لها ربما كان في الأول كيشوف هكا ينخلع ويحبس، لا سهلة ما عندها حتى. لاحظ أننا نحلو في هذا الليميت هذو بكل سهولة، وخاصة أننا حبيت يعني بالعاني درت هذو تاع الدواء المثلثية لأنهم يخلعوا باللي يودي، ها اللي يخلعك هذا ما كان والو عادي، صح. عندنا ليميت كوسينوس بي في سينوس اكس على اكس، انتبه لو نجو لهذه نحكمو هذه اللي بين قوس اقواس ونلاحظ ليميت بي في سينوس اكس على اكس لما اكس تؤول الى الصفر تساوي ماذا؟ عندنا واحدة القاعدة، واحدة القاعدة تقول ليميت سينوس اكس على اكس يساوي الواحد تؤول الى الواحد لما اكس يؤول الى الصفر، هذه تكتبها عندك في كراس تاع التلخيص، اكتبها عندك. اذا لاحظ ان هذه لما اكس يؤول الى الصفر تساوي الواحد، هذه تساوي الواحد، اذا
كيفاش الخدمة؟ إذن هذه واش تساوي؟ تساوي بي في واحد، أي تساوي بي، تساوي بي، لاحظ بكل سهولة. ومنه ومنه ليميت كوسينوس، لاحظ كي تشوفها مع الأول تخلعك، لا عندي هذه لما إكس يؤول إلى الصفر تساوي الواحد، صيبة كون حافظها خلاص نخدم مسألة تاعي عادي. لما إكس يؤول إلى الصفر بي سينوس إكس على الإكس تساوي كوسينوس، هذه درنا الأخر تاعها صبناها بي كامل، هذه كامل، هذه كامل درنا ليميت تاعها صبناها بي، إذن نكتبو كوسينوس بي، كوسينوس بي. والكوسينوس بي وين جاي؟ البي يا أخي بالدائرة المثلثية، ها هي، ها هو الصفر وها هو البي، ها كوسينوس الصفر يساوي الواحد منا، وكوسينوس بي يساوي ناقص واحد، لأن كنا شفنا في التمرين السابق في الفيديو تاع نهايات بالمقارنة أن كوسينوس بي تكون محصورة بين الواحد والناقص واحد، لذا كوسينوس بي يساوي ماذا؟ يساوي الناقص واحد. ها هاي النطوية نحو هذا اللي درنا هنا، ها هي الإجابة تاعنا. ومنه كذا، ها تساوي الناقص واحد. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.